تمام يا دكتور. تمام يا شباب، عشان هسأل فيها بس، وأنا هعمل حاجة بس هفصل صوت اللاب خالص بس عشان ما نضيعش وقت يعني. كده سامعيني كويس؟ شباب سامعيني كويس؟ أو كده تمام. أيوة تمام كده كويس. تمام، انا قفلت عملت ميوت لل. طيب نرجع بقى لل، لما يجيب لك في اي جمله ام سي كيو، في اي جمله ام سي كيو، او واحد قريبك مدي لك لاب بيقول لك بص لي على تحليل الغده الدرقيه ده، اول حاجه يا شباب تبصوا على الايه، التي 4 والتي 3، لو لقيتوهم عاليين طبعا احنا في البراكتس ما انصحش حد خالص انه يعمل توتال تي 4 ولا توتال تي 3 مبدئيا. يبقى احنا دايما في البراكتس لما بنيجي نطلب، بنطلب ايه؟ بنطلب 3 تي 4 وتي اس اتش، يعني اول كولوم واخر كولوم دول اللي بتطلبوا في البراكتس، عشان اللي فيكم ايه فاتح عياده ولا حاجه في البلد، تمام؟ ما يجي يطلب ما يقعدش يطلب هرمونات كتيره ويكلف الايه العيان تحاليل بزياده. فاول تحليل اللي بتطلب التي اس اتش وال3 تي 4 دول غالبا هم اللي بتطلبوا روتين. لو لقيت التي 4 عالي يبقى كده ده هايبر ثايروديزم، بسم الله الرحمن الرحيم، او ثايروتوكسيكوزس. طيب التي اس اتش لو قليل يبقى المشكله برايمري، يبقى ده هايبر ثايروديزم والمشكله برايمري. طيب لو لقيت التي اس اتش عالي والتي 4 عالي زي تاني صف يبقى دي تي اس اتش بروديوسنج ادينوما، ودي ان كومن على فكره. طب تعالوا نبص على السطرين اللي بعديهم. لو لقيت التي 4 قليل والتي اس اتش تي 4 قليل يبقى التشخيص ايه؟ هايبو ولا هايبر؟ طيب ردوا عليا. ها؟ طيب هايبو. تمام، التي اس اتش عادي يبقى ده برايمري هايبوثايرويديزم، وده الكومنست ثايرويد ديس اوردر، اكتر ثايرويد ديس اوردر بنشوفه انك تلاقي التي 4 قليل والتي اس اتش عالي، خلاص يبقى ده البرايمري هايبوثايرويديزم. طب لو لقيت التي اس اتش التي 4 قليل يبقى دي هايبوثايرويديزم، بس التي اس اتش قليل يبقى دي سكندري هايبوثايرويديزم او هايبوثايرويديزم. طيب طب انا سبت لكم سايب فزوره، خدوا السطر رقم 5 ده، مين شاطر يقول لي السطر رقم 5 ده ايه؟ سب كلينيكال هايبو ثايروديزم. شكرا، اكسلنت. سب كلينيكال هايبو ثايروديزم، لما الاقي التي 4 والتي سي نورمال وعاده بيبقوا لو نورمال والتي اس اتش هاي بس عاده ما يعديش 10، يعني الهاي السب كلينيكال هايبو ثايروديزم التي اس اتش بيبقى تحت 10، تمام؟ وانا ما قلتلكوش النورمال بتاعه كام؟ النورمال بتاع التي اس اتش، يعني الهرمونات دي مش شرط قوي احفظ النورمال، بس التي اس اتش يعني بنحبكم تبقوا عارفين النورمال. النورمال بتاعه من لو بيتكتب في الكتب من 0.5 الى 5، يعني من نص لخمسه. ده سو ماتش. في كتب تانيه بتكتب من 4 من 10 لحد 4، مقبول. في كتب تكتب من 35 من 100 لحد 3.5، وده اكتر واحد بالنسبه لي انا عن نفسي مقبول، اللي هو من 0.35 الى 3.5، ده بالنسبه للتي اس اتش. طيب لو لقيت التي 4 نورمال زي ما انتم شايفين كده، تي 4 نورمال سواء كان 3 او توتال، والتي اس 3 بس هو اللي عالي والتي اس اتش سبريست، دي يسموها سب كلينيكال هايبوثايروديزم، سب كلينيكال سوري تي 3 سايروتوكسيكوز، تي 3 توكسيكوز، تي 3 توكسيكوز. وبعد شويه كده هوريكم وهعمل لكم وهرفع لكم صوره كده مكتوبه بخط الايد، كل مره افتكر احطها في البرزنتيشن وانسى، وانا بشرح في سايروتوكسيكوز هحط لكم يعني تريكه كده ايه لطيفه كده، الجوريزم لطيف. طب تعالوا الاخيره دي، مين شاطر يقول لي الأخيرة دي إيه؟
مين شاطر يقول لي اخر واحده دي ايه، فكروا فيها بالراحه كده. ممكن يكون عنده مشكله في التوتال بايندينج بروتين اللي هو مثلا عيان هيباتيك او رينال. تمام، مين بيتكلم؟ أزهار. حد تاني غير دكتورة أزهار؟ أي إسراء من الإسراءات؟ إيه تاني؟ إيه ممكن يعني، مش إيه تاني، إيه رأي تاني يعني؟ حد له رأي آخر؟ أحمد. بصوا يا شباب، هو الشكل الاخير ده هو التيبيكال، التيبيكال بتاع عيان عنده مشكله في البايندينج جلوبولين زي ما الدكتوره اسهر قالت. ده عيان عنده ثايرويد بايندينج جلوبولين في مشكله، ثايرويد بايندينج جلوبولين في مشكله خلاص قليل. انتوا خلي بالكم ان ليه احنا ما بنحبش التوتال؟ عشان بيتاثر بالثايرويد بايندينج جلوبولين. طب الثايرويد بايندينج جلوبولين بيتاثر بايه؟ بيتاثر بكل الحاجات اللي بتاثر على البروتين. يعني يعني ايه اللي في الحاجات اللي بتقلل البروتين؟ في المال ابزور، المال نيوتريشن والمال ابزوربشن ليفر سيل فيلير ونفروتيك سندروم. طيب ويزيد في حالات ايه؟ في البريجننسي وكونتراسبتيف بيلز واحيانا ايديوباسك. عشان كده من الخطا الفادح، من الخطا الفادح في البراكتس انك تلاقي عيانه بريجننت وحد طلب لها توتال تي 4 او توتال تي 3. ده غلط. ليه؟ لانه اصلا بريجننسي بيزود التوتال، بيزود الثايرويد بايند جلوبولين، فانت ده مكان فاليسس، فده بالذات ما دي بالذات ما ينفعش تعمل ايه؟ ما ينفعش تعمل توتال، لازم تعمل خلاص. خلاص يبقى احنا كده ارجع بقى تاني هنا. يبقى انا كده عملت ايه يا جماعه؟ عملت الهرمونال ستادي، عملت الهرمونال ستادي. الهرمونال ستادي اس تي فيها خمس هرمونات، تي اس اتش، توتال تي 4، توتال تي 3، فري تي 4 وفري تي 3، و اس تي اس اتش. طيب الدايناميك تيست اللي هنا حاجه نظري، الدايناميك تيست اللي هنا حاجه نظري، انك تعمل حاجه اسمها تي ار اتش ستيميوليشن تيست. يقول لك تدي تي ار اتش يوم التي اس اتش يرفع فوق 5، بس الريسبونس دي هتبقى مفقوده في حالات السكندري هايبوثايرويديزم او الثيروتوكسيكوزيس. مين شاطر يقول لي فرق ما بين الاثنين دول ازاي؟ يعني واحد عملت له تي ار اتش ستيميليشن تيست فالتي اس اتش ما رفعش. طبعا ده براكتس ما بيتعملش، ده كلام ريسيرش يعني او كلام نظري. عملت تي ار اتش ستيميليشن تيست رفع التي اس اتش اكتر من 5، ما رفعش التي اس اتش اكتر من 5، بيقول لك الريسبونس دي ده يدل على انه اما سيرو توكسيكوز او سكندري هايبوثايرويديزم. مين شاطر يقول لي فرق بينهم ازاي؟ عامل تي 3 تي 4. هل حد هل لديكم اي اقوال اخرى؟ هو طبعا صح تي 3 تي 4 مش غلط، بس في حاجه ابسط من كده. هو الدكتور هو ثايرويد سكين. لا لا ثايرويد سكين، انا بقول ابسط ابسط مش اصعب. الأبسط من كده يا جماعة كلينيكالي، أصلاً أنت لو متلخبط بين عين وعيان هايبوتيوتاريزم هايبوثيروديزم يبقى أنت ضايع أصلاً. يعني يعني من الأول أصلاً أنت بتبقى بعت العيان ده عيان سيروتوكسيكوزيس أو عيان هايبوثيروديزم، والكلام ده أصلاً كلام نظري. يعني تي ار اتش ستيميليشن تيست ده كلام ثيوريتيكال لا محل له من الإعراب في البراكتس يعني. خلاص؟ هنيجي بعد كده احنا هنرجع أفكركم بالأيتيمز دي. احنا قلنا عملنا هرمونال ستادي سواء ستاتيك او دايناميك، قلنا الدايناميك في الثايرويد مش مهم. انفستيجيشن فور ذا كوز، بتعمل ايمجين، بتصور الثايرويد جلاند، تعمل سونار تشوف لو في نوديول، لو في سيستيك ليجن، لو في اتروفي للجلاند خلاص، لو في هايبريتروفي، بتعمل راديو ثايرويد سكاننج وراديو اكتف ايودين ابتيك. ايه الفرق ما بين الكلمتين دول؟ راديو اكتف ايودين ابتيك انك بتدي الجلاند يود، بتدي الجلاند، بتدي العيان يود وتشوف الجلاند خدت كميه قد ايه. لو خدت يود كتير تبقى الجلاند نشطه، لو خدت يود قليل يبقى الجلاند هاي خمله او هايبوثايرويديزم. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين كلمه راديو ايزوتوب سكاننج او ثايرويد سكاننج؟ ان انا في الثايرويد سكاننج
بدي برضو يود في نفس الطريقة، بس بدل ما كنت بقيس كمية اليود اللي صورته وبس، لا ده أنا كمان بصور الجلاند خدته وبس، ده أنا كمان بصور الجلاند. هوريكم صورة بعد شوية، بصور الجلاند. طب وتفرق معاك في إنك تصور الجلاند؟ تفرق معايا إن أنا لو يعني في كلمة كده مختصرة كنا نقول إيه، الراديو أكتيف أيودين أبتيك إذا كوانتيتيتيف، بيقيس كمية اليود اللي خدتها الجلاند. لكن الثايرويد سكان إذا كواليتيتيف، يعني إيه كواليتيتيف؟ يعني بيشوف توزيع اليود جوه الجلاند. أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثال يفهمها لك، يفرقك، يفهمك الفرق بين الاثنين. أنا جيت وقفت، أنتوا مجموعة إيه؟ رقم المجموعة بتاعتكم إيه؟ A2. لو أنا جيت على باب المجموعة A2، قلت يا جماعة مين المنسق بتاعة المجموعة؟ فطلع لي دكتور أحمد عيد، قال لي أنا دي. فقلت له طيب والله أنا عازمكم النهاردة على عصير. حلو كده الكلام، ما أونلاين بقى أقول براحة، تمام؟ أنتوا كم واحد يا أحمد؟ قال لي إحنا 50 واحد. قلت له طيب دول باكتتين عصير، هي الواحدة فيها 30، وزع على زمايلك وطلع لي الباقي حطولي قدام الباقي. فأحمد خد ال 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 الخمسين وساب لي 10 قدام الباب. أحمد دخل جوه، قاعد جنبه أحمد صاحبه وإبراهيم مثلا واثنين ثلاثة، قال لك يا عم عصير إيه اللي نوزع على الناس، كبر دماغ، إحنا إيه هنحطه في الشنطة، هنقعد نشرب لنا كل واحد 5 6، وسيبك من البنات دول أصلا هما بيظبطوا نفسهم معاهم شنط، والشنط دي بيبقى فيها كل حاجة، مش هندي حد. انا جيت ابص لقيت 10 علب قدام الباب، وبصيت تمام يا شباب تمام كده الفصل او الراوند ده خد 50 علبه، اتوزعوا ازاي جوه؟ انا اعرف، ما دخلتش جوه، انا من على الباب ومشيت. طيب جيت قلت له يا احمد وزع على اصحابك وسيب الباقي، وانا هاجي اشيك اشوف مين خد ومين ما خد. دخلت قلت يا شباب كل واحد خد علبه عصير، معلش وعدتكم خليها مكانه عشان اتاكد قدامه، عشان اتاكد انه اخد. فجيت ابص لا كده اقدر اشوف مين اخد ومين ما اخدش، بقيت قفشه بقى ان احمد حاطط قدامه 5 6 وصاحبه الثاني حاطط قدامه 5 6 والبنات كلهم ما خدوش. يبقى اذا الثايرويد سكان بيبص على الديستريبيوشن جوه الجلاند، فلو في نوديول فانكشنينج نوديول خدت الايزوتوب كتير تبان، ولو في حته ما خدتش خالص تبان. انما الراديو اكتف اودين ابتيك هو بيقيس لكميه اليود اللي خليته الجلاند ككل. وصل لكم الفكره؟ هقول بقى تعليقين صغيرين. الراديو اكتف اودين ابتيك ده مهم جدا 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 في حالات السيروتوكسيكوزيس، لانه بيكلاسيفاي السيروتوكسيكوزيس الى سيروتوكسيكوزيس ويز انكريزد راديو اكتف اودين ابتيك، والسيروتوكسيكوزيس ويز ديكريزد راديو اكتف اودين ابتيك، وده اللي هقوله بعد شويه مع السيروتوكسيكوزيس كنوع من انواع السسبنس. طيب الحاجة الثانية، كلمة أنتوا عارفين، أنا بمناسبة الفانكشنج نديول دي، أنا كان عندي عيانة من كام يوم، من شهر كده، ظريفة جدا، عيانة سيروتوكسيك، وبعدين المفروض أن نعمل سيروتوكسيكوز ريسنت ديسكفر، يفضل أن احنا نعمل سيروت سكان عشان أشوف الأبتيك عالي ولا لا. جيت أبص عمليت لي سيروت سكان، فجيت أبص لقيت الأبتيك، رقم الأبتيك نورمال، الابتيك النورمال تقريبا لحد 4، الابتيك نورمال. بس جيت ابص على الصور وعلى على الكومنت اللي مكتوب، لقيت ايه؟ لقيت العينه دي عندها فانكشنج نيديول، هوت نيديول. الهوت نيديول دي خدت اللي بياخدوا الجلاند كلها، زي ما احمد عمل في العصير كده، خدت اللي بتاخدوا الجلاند كلها لوحدها، واللي حواليها ما خدش، فبقت هوت نيديول. ودي معناها ان دي فانكشنج ادنوما، غالبا علاجها بأسيرجي. طيب لما تيجي تصور الجلاند تلاقي الابتيك نورمال، بس تلاقي في حته ما خدتش خالص، دي هاي دي سسبيشس اوف مالجنس، الكولد نيديول بنخاف قوي انها تكون مالجنس. خلاص بعد كده من ضمن في الانفستيجيشن فور ذا كوز ان احنا ناخد بايوبسي لو في نوديول ولا حاجه، وان احنا نعمل انتي بوديز، ثايرويد جلوبولين انتي بودي والتي بي او او ثايرويد بروكسيديز انتي بودي، دول بيبقوا في هاشيموتو ثايرويدايتس، والتي اس اتش ريسبتور انتي بودي ستيمولاتوري ده بيبقى في الجريفز، والتراب او البلوكينج بيبقى في الاميونولوجيك هايبوثايرويدز. خلاص يبقى ده بالنسبه للانتي بودي. قبل ما نمشي في حاجه نسيناها في الانفستيجيشن، يعني الصفحه اللي جايه سيروتوكسيكوز كده في حاجه منسيه في السلايد،
حد شاطر يقول لي ايه اللي اتنسيت نجيب سورت اوف سلايدز للانفستيجيشن الافكتس اوف كوميونيكيشن انفستيجيشن فور الافكتس الافكتس انا ان انا اشوف الكالسيوم واشوف البلاد شوجر واشوف البيزال ميتابوليك ريت واعمل اي سي جي عشان التاكي كارديا والبرادي كارديا والكلام ده كله. ده بالنسبه للانفستيجيشن الجزء الاولاني من المحاضره. في تيست كده انا كل مره اتردد اقوله ولا ما اقولوش، اقوله ولا ما اقولوش، عارفين ايه، اقول ما اقولش، اقول ما اقول. في تيست هقول عنوانه كده واقول لكم كلمه واحده عليه واللي عاوز يفهمه لان هو حاجه تعتبر يعني فور ريسيرش كده وما عادتش تتعمل حاجه. حد يسمع عن حاجه اسمها فري ثايروكسين اندكس؟ حد سمع المصطلح ده قبل كده؟ فري ثايروكسين اندكس. طيب بص يا شباب، زمان زمان يا سعد يا اكرام كان ايه كان في الاجهزه اللي كانت موجوده بتاعه التحاليل كانت بس تقدر تقيس التوتال هرمون. طيب والناس اللي عندهم مشاكل يا دكتور في البايندينج بروتين زي ما انت كنت لسه عمال تقول هنعمل لهم ايه؟ فكروا بقى الناس بتوع زمان كانوا بيتعبوا لان الامور كانت الانفستيجيشنز كانت اقل، ففكروا روحوا عاملين ايه؟ قال لك انا هعمل لك تيست يديك فكره عن الفري هرمون. مبدئيا كده الناس اللي بتكبر اللي بتكبر دماغها تاخد مني الكلمه السطر ده ويقلبوا كل اللي جاي في الدقيقتين اللي بعديه، والناس اللي عاوزه تفهم تسمع. الفري ثايروكسين اندكس يساوي الفري تي 4 زي قيمته في القراءه زي فري تي 4. يعني ايه؟ يعني لو عيان فري ثايروكسين اندكس عالي كاني بقول لك فري تي 4 عالي. طب انت ليه بتقول الكلمه دي؟ عشان بعض الكيسز اللي بتيجي في الامتحانات احيانا تكون من كتب قديمه شويه، فيبقى كاتب ايه والفري ثايروكسين اندكس كان عالي، فانت تتلخبط هو مين الفري ثايروكسين اندكس ده. فري ثايروكسين اندكس قيمته نفس قيمه الفري تي 4، فما اقول لك فري ثايروكسين اندكس عالي كاني قلت لك فري تي 4، بس ده زمان زمان زي ما قلت لك. طيب قال لك ايه؟ قال لك الجماعه بتوع زمان دول قال لك انا مش انت بتقول ان التوتال بروتين علاقته طرديه مع البايندنج بروتين؟ قلنا له اه. قال لك يعني البايندنج بروتين لما يزيد في حالات البريجننسي او كونترسبتيف بيلز التوتال هرمون هيزيد؟ قلنا له اه. قال لك طب انا هجيب لك حاجه ثانيه تكون علاقتها عكسيه، يعني لما يزيد البايندنج بروتين تقل ولما يقل البايندنج بروتين تزيد، لو ضربناهم في بعض نلغي تاثير البايندنج بروتين. موافقين ولا مش موافقين على الكلام ده؟ موافق. انا اقول مكان موافق. طيب ناخد الحاجة دي اسمها T3 Resin Uptake. ايه فكرة T3 Resin Uptake؟ فكرة T3 Resin Uptake ان هو بيجيب البلازما بتاعت العيان، بيجيب البلازما بتاعت العيان ويحط على البلازما بتاعت العيان دي ريزن. لا، بيحط على البلازما بتاعت العيان دي راديو ليبل T3. طيب الراديو ليفل تي 3 ده لما انت حطيته على البلازما بتاعت العيان هيروح يمسك على البايندنج بروتين، هيروح يمسك على البايندنج بروتين. طب واللي هيفضل فري في السيركيوليشن هيروح هو حاطط له هيروح حاطط ريزن للعينه، يبقى عامل زي المغناطيس، يروح لامم التي 3 راديو ليفل ده اللي ما مسكش على البايندنج بروتين اللي ما لقالوش مكان. فمعنى كده ان كل لما كميه التي 3 اللي مسكت الراديو ليبل دي اللي مسكت على الريزن تزيد معناها ان البايندنج بروتين قليل، وكل لما كميه التي 3 اللي مسكت على الريزن تقل معناها ان البايندنج بروتين كتير. وروح ضارب يا عمي التي 3 ريزن ابتيك مضروب في التوتال تي 4 يطلع لك الفري ثايروكسين اندكس والرقم بتاعه شبه رقم الليكوسيتك كاونت من 4 ل 11، واقل من 4 يبقى قليل واكتر من 11 يبقى طبيعي. الناس
يعني افتكروا بس يا جماعه مش مهم يعني طبعا الكلام تكنيك مش مهم، بس انا يعني بحب الناس الشاطره عشان ايه ما نبقاش فوتنا حاجه. يعني الكلمه اللي عاوزكم تعرفوها بس ان لو جالك في كيس او في جمله ام سي كيو بيقول لك فري ثايروكسين اندكس عالي، افتكر ان الفري ثايروكسين اندكس ده قيمته قيمه التي 4، وان التي 3 ريزن ابتيك قيمته قيمه الفري تي 4، وان التي 3 ريزن ابتيك بيتناسب عكسي مع البايندينج بروتين. خلاص يعني عشان ابقى قلت ايه كل حاجه. بعيدا عن بقى اللخبطه دي راجع معاكم بقى الثايرويد فانكشن تيست في هرمونال ستادي بنقيس خمس حاجات تي اس اتش فري تي 4 وتوتال تي 4 فري تي سي توتال تي 3 اللي بيطلب في البراكتس تي اس اتش وفري تي 4 التوتال بيتاثروا بالبايندينج بروتين وقلنا ايه الحاجات اللي بتاثر على البايندينج بروتين. بعد كده اتكلمنا على الانفستيجيشن فور زاكوز ان انا اعمل ثايرويد الترا ساوند، اعمل راديو اكتيفيدين ابتيك، اعمل ثايرويد سكان، واعمل ممكن اعمل الانتي بوديز، ممكن اخد بايوبسي، وانفستيجيشن فور ذا افكتس اللي قلنا الافكتس من شويه. ده بالنسبه للجزء الثاني يا جماعه من المحاضره اللي هو الثايرويد فانكشن تيست. الجزء الثالث من المحاضره اللي هو الثايروكسكوز، وانا حقيقه ما بحبش اقول محاضره سك ورا بعضها كده، انا هديكوا بريك لمده 5 minutes بس اكزاكت يعني بالظبط 5 دقائق. الساعه دلوقتي 1:33 قدامي، 1:38 هبدا. تعملوا يعني ليا طلب، لو حد هيصلي ما كانش صلى، حد هيعمل يعني مشروبه المفضل، يعني ليا نصيحه او طلب ان انتوا في الجزء الثاني من المحاضره اللي كان بيسمع المحاضره في مكان غير اللي متعود انه يذاكر فيه يروح يقعد في الحته اللي متعود انه يذاكر فيها ويبقى قدامه الكتاب، عشان انا عاوز اذاكر معاكم الثايروتوكسيكوز. يعني اعتبروني بذاكر معاكم الثايروتوكسيكوز مش بشرحها لكم في محاضره تقليديه، لان هقعد اسال كتير واقعد ايه يبقى في انتر اكشن كده قدر الامكان، عشان يعني ربنا يكرمنا وتستفيدوا اكبر قدر ممكن من الاستفاده من الوقت. فخلاص هناخد بريك، ضيعنا دقيقه في الكلمتين دول. هناخد بريك خليهم 6 دقايق عشان خاطر احمد عيد. خلاص يبقى 1:34 1:40 بالظبط هبتدي كلام، 1:39 1:40 هبتدي كلام مره ثانيه. يلا سي يو سون.
السلام عليكم. بص شباب، يعني يا ريت الناس اللي موجودين يكتبوا لي اسمائهم بس عشان ابقى عارف، مش لحاجة، عشان ابقى عارف الناس مين اللي موجود. انا بحب ابقى عارف اسماء الناس، فاللي موجودين في الشات كده اكتبوا اسمائهم. السلام عليكم. مال باقي الناس لسه بيعملوا ال دول الست دقايق اللي احنا اتفقنا عليهم؟ الجزء الثاني من المحاضرة، زي او الجزء الثالث بقى، اتكلمنا عن مقدمة صغيرة كده، وبعدين بعد كده اتكلمنا عن ثيرابي فانكشن تيست، هاو تو انفستيجيت بيشنت ديزيز. وبعد كده دلوقتي المفروض نتكلم على الثيروتوكسيكوزيس. الثيروتوكسيكوزيس في فرق ما بين في الترمينولوجي ما بين كلمه ثيروتوكسيكوزيس وما بين كلمه هايبر ثيرويديزم. مين اكبر، الثيروتوكسيكوزيس ولا الهايبوثايرويديزم؟ يعني مين الترم الأكبر، الثيروتوكسيكوزيس ولا الهايبو ولا الهايبرثايرويديزم؟ الثيروتوكسيكوزيس هو العنوان الكبير، العنوان الكبير اللي هو معناه زيادة في السيركوليتينج ثيرويد هرمون، واتيفر سببها أو السورس بتاعها. إنما لو الثيروتوكسيكوزيس سببها هايبر أكتيفيتي أو ثيرويد جلاند يبقى اسمها هايبر ثايرويديزم. طيب اسباب الثايروتوكسيكوزيس بتنقسم الى مجموعتين، مجموعه هايبر ثايرويديزم او يعني معاها زياده في الريديو اكتيف ايودين ابتيك اللي قلنا من شويه، ومجموعه من غير زياده في الريديو اكتيف ايودين ابتيك. يبقى اذا انا عندي مجموعتين، مجموعه فيها هايبر ثايرويديزم او ثيروتوكسيكوزيس with increased radioactive iodine uptake، ودي تشمل diffuse toxic goiter اللي هو Graves disease، وده most common cause طبعا، أو الحاجات اللي فيها بتطلع TSH like activity زي hydatidiform mole، بيطلع HCG اللي هو low TSH اللي هو low TSH like activity، أو intrinsic thyroid autonomy زي thyroid adenoma أو toxic nodular goiter multi nodular goiter، أو excessive production of TSH وده rare زي ما قلت لكم قبل كده، TSH producing adenoma أو non-neoblastic hyper secretion of TSH. طيب ال disorders اللي معاها thyroid excessive thyroid hormone وزاوية
هايبر فانكشن في الجلاند او ريديو اكتفادين فيها بيبقى قليل. ديت المشاكل الستورج يعني ابنورمال ريليس زي في حالات الثيرودايتس تباكوس ثيرودايتس زي دي كيرفان ودي هتخدمها المفروض المحاضره الجايه هي والهاشيموتو ثيرودايتس والاكسترا ثيرويد هرمون سورس ثيرويد هرمون زي سيرتوكوس فاكتيشيا. سيرتوكوس فاكتيشيا يعني عيان خد ثيرويد هرمونز من بره ودي يا جماعه يعني ايه يعني دي بنشوفها في عيانين الهايبوثيرويديزم لما يحصل اوفر تريتمنت ادي جرعه وجرعه تطلع زياده وطبعا يعني من المال براكتس اللي احنا بنشوفه احيانا ان واحد يكون بياخد واحده تكون بتاخد ثايرويد هرمونز من بره حصل اوفر تريتمنت فالتي اس اتش بقى سبريسد والتي 4 بقى عالي فيجي حد من الزملاء الغير متخصصين يروح مديها انتي ثايرويد دراجز ده طبعا اسمه تهريج دي اياتروجينيك انا اللي اديت بقلل بس كل التريتمنت ان انا اقلل جرعه الثايرويد هرمون اللي انا بديها من بره. همبرجر ثيروتوكسيكوز يعني حاجه انا شايفها معني كده ان انتوا عارفين النيك بيبقى فيها الثايرويد تيشو فالناس اللي بياكلوا همبرجر عشان يطلع من الرقبه يعني فبيبقى فيه ثايرويد هرمونز يعني اكتوبيك ثايرويد تيشو زي ستروما اوفرياي وزي الميتاستاتيك فوليكولار ثايرويد كارسينوم كل اللي انا قلتهم دول اسمهم ديس اوردرز وزاويه ثايرويد هايبر فانكشن او ويز ديكريزد ريديو اكتف ايودين ابتيك ودي بتنزل احيانا شورت انسر كويستشن كده يقول لك كوز سيرتوكسيكوز ويز انكريزد ريديو اكتف ايودين ابتيك وكوز سيرتوكسيكوز ويز ديكريزد ريديو ويز انكريزد اند ويز ديكريزد ريديو اكتف ايودين ابتيك تبقوا عارفين. يبقى السبب الاشهر للسيرتوكسيكوز هو الجريفز ديزيز. الجريفز ديزيز ده بيحصل اكتر حاجه في الفيميلز اكتر من الميلز حوالي 10 مرات وياخد المرحله العمريه بتاعه تشايلد بيرينج بيريود من 20 ل 40 دول اكتر ناس ورانز ان فاميلي يعني في 15% رانز ان فاميلي. الباثوجينيسيس بيقول طبعا ده immune mediated disease بيبقى في تي لمفوسايتس بتبقى sensitized للانتيجنز within the third gland تبدا تستيميليت البيتا لمفوسايتس عشان بقى تطلع انتي بودي. الانتي بودي ده اللي هو التراب اللي هو تي اس اتش ريسبتور انتي بودي او ستيميلاتوري انتي بودي وده بيستيميليت الثايرويد سيلز ويزود الجروث والفانكشن بتاع الثايرويد جلاند. العوامل اللي ممكن تزود الاميون ريسبونس دي يعني الايودين اكسس احيانا البريجننسي احيانا الليثيوم تريتمنت ستيرويد وذرول. طيب الكلينيكال مانيفيستيشن اوف جريفز ديزيز الحقيقه الكلينيكال مانيفيستيشن اوف جريفز ديزيز هتبقى يا جماعه عباره عن ثلاث مجموعات او مجموعتين مجموعة نتيجة immune manifestation يعني في بعض manifestation of Graves disease هي بتبقى immune mediated rather than hyperthyroidism وفي مجموعة بتبقى نتيجة للhyperthyroidism. هناخد نمسك كده systems بتاعتنا system لو قلنا على مستوى CNS يبقى العيانين دول بيبقوا nervousness عندهم emotional ability عندهم sleep disorders عندهم tremors عندهم hyperreflexia ودايما احنا في عيادات الغدد لما تلاقي عيان بيتخانق استراحه بره غالبا ده عيان سيرتوكسيكوز فعند دكاتره الهيباتولوجي لما تلاقي عيان بيتخانق بره يبقى غالبا ده عيان هيباتيك بريكوم. الحاجات دي بتعمل anxiety like يعني تلاقي يعني غالبا اللي بيبقى جاي يشتكي زوجها يقول لك بقت نيرفس بقت عصبيه وفي ايموشنال لابيليتي ودايما طول النهار ايه تزعق وتعب في العيال وكده. السيستم الثاني الكارديوفاسكولار سيستم لو تفتكروا اللي انا قلته في الفسيولوجي من شويه
بتزود الهارت ريت، تعمل تاكيكارديا، مش تاكيكارديا وبس، تعمل اريزميا، تعمل اول تايبس اوف اريزميا، اول تايبس اوف اريزميا اكسبت هارت بلوك او اكسبت البرادي اريزميا. يعني خلينا نقول ايه اول تايبس اوف تاكي اريزميا ممكن تحصل، اشهرهم طبعا الاي اف، بتعمل هايبر دايناميك سيركيوليشن، وممكن تعمل هاي كاردياك اوتبوت فيليور. فاكرين الناس اللي مذاكره اول صفحه في كتاب الكارديولوجي فيها كده ديفرنشال دياجنوز، يقول لك ايه ديفرنشال دياجنوز اوف هايبر دايناميك سيركيوليشن، يقول لك حاجات على حرف الاي، حاجات على حرف الاتش، حاجات على حرف ال حاجات على حرف ال تي، فحاجات على حرف الاتش كانت هايبر ثايروديزم، كان من ضمن الايه الحاجات اللي تعمل هاي كاردياك اوتبوت فيلير او هايبر دايناميك سيركيوليشن. خلاص انا ليه طبعا بجيب سيره الحاجات الثانيه عشان الديفرنشال دايجنوز اللي هقوله بعد شويه. على مستوى الجي اي تي بتعمل هايبر ديفيكيشن، طبعا هايبر ديفيكيشن رازر ذان دايريا، يعني هو الاستول بيبقى ويل فورمد وكل حاجه بس معدل الديفيكيشن بيبقى عالي. في الفيميلز بتعمل اوليجومونوريا، في الميلز تعمل امبوتنس وكاينيكوماستيا. طبعا ده ليه؟ لان الثيروكسين بيزود بريفرال كونفرجن اندروجين للاستروجين. السكين في حبه حاجات بتحصل في السكين، اهمها حاجه اسمها بريتيبيال ميكسيديما. ايه البريتيبيال ميكسيديما دي؟ وده سؤال انا واحد من الناس بساله في الـ في الـ في الـ في الراوند، وينزل ام اس كيو عشان الناس اللي بتحل اسئله الام اس كيو بالشبه. لو قلنا بريتيبيال ميكسيديما اوكير ان اول ذا فولوينج اكسبت، ورحت حاطط جريفز ديزيز هايبوثايرويديزم، في ناس يقول لك يلا هي دي، ده اسهل سؤال في الامتحان، ده ميكسيديما وميكسيديما يبقى ديت هاي، هي دي اميون ديز اوردر، بتحصل في حالات ايميون ميديتد، بتحصل في حالات ال الجريفز ديزيز، وممكن احيانا تحصل مع هاشيموتو سايلايتس لانها اميون ميديتد. وعموما بقى غير البريتيبيال ميكسيديما، العيانين دول الثايرويد تمسك ايد العيان وانت بتسلم عليه في العياده تلاقيه وورم وسويتي، و بيحصل لهم حاجه اسمها اونكولايسيس او بلامر نيل. الدكتور خدها دول له كلمه ظريفه، يقول لك الضفر عمره ما يطلع في اللحم، هو بيطلع في السيرتوس، الضفر بيطلع من، يعني تقدر تحط ورقه ما بين ضفر العيان والنيل بيت، دي يسموها اونكولايسيس او اونكولايسيس او بلامر نيل. بعد كده لا الاي دي هقف معاها واقفه وافتح الكاميرا كده واوريكم الاي ساينس، بس هعديها واقول الميتابوليك، في عندنا بهيت انتولرنس، لما يجي لك عيان في عز الشتاء، في عز الشتاء لابس نص كم، اول حاجه اعمل له سايت فانكش على طول، دي مش فتوانة يعني هو ده مش فتوه، ده سايت توكسيك. يبقى عندهم بوليفيجيا، ياكلوا كتير ويخسوا، عكسهم بالظبط الهايبوثايرويديزم، ياكل قليل ويزيد فعلا. وتلاقيها جايه لك في عز الصيف الحاجه لابسه الايه 10-12 جلابيه، تمام، تفضل تعد في طبقات جلاليب عشان توصل لوقتنا الحاجه تعمل لها اكزامينيشن. هنا العكس تمام، مصر سكيتر مانيفستيشن احيانا بيحصل مايتينيا، واحيانا بيحصل سيرتوكسيك مايوباتي ويكنس، بروكسيمال ويكنس في الماسلز بتاعت الايدز. على مستوى الثايرويد جلاند بيبقى فيه ديفيوزلي ديفيوز انلارج في الجلاند، وبتبقى وورم، وممكن في بيروي يتسمع عليها، وفيجرس كاروتيد بلس. المانيفستيشن قبل ما اخش على النقطه دي، تعالوا نخش بقى على الاي ساينس. الاي ساينس دي كل اللي في ايده حاجه بيلعب فيها دلوقتي او سرحان فيها يسيبها، حتى انا هسيب القهوه ونركز كده مع بعض، نفتح كده الكاميرا عشان ايه اقول لكم ايه الاي ساينس دي. بصوا يا شباب، الاي ساينس تنقسم الى شقين. انا الاي ساينس بتنقسم الى شقين، ميكانيكال ساينس، وديت اللي هي ان العيان يبقى عنده اكس اوف صامس، ودي اميون ميديتد نتيجه للبروليفريشن للريترو اوربيتال تيشو
فيبدا العيان عينه تبوظ بره كده اللي هي يسموها اكسبشن. مش دي ليها درجات مختصره في كلمه نو سبيكس، ما تهمنيش قوي. اللي يهمني ان في اكسبشن مش من حيث المبدا. وفي الكلينيكال المفروض ان احنا بنقول لكم المفروض ان احنا بنقول لكم في الكلينيكال ازاي تعرف اذا كان العيان عنده اكسوبسالموس ولا لا. هنجيب سيرتها دلوقتي لو في وقت في الاخر. خلينا نقول ان احنا مش عارف ايه اللي حصل فيه بتاع بيبقى في اكسوبسالموس عين طالعه لبره، ولما تيجي تعمل كونفرجن كده في حاجه اسمها موبيس ساين اللي هي فيلير كونفرجن اون نير فيجن. طيب نيجي بقى للحاجات الثانيه اللي هي النوع الثاني بدل النوع الاولاني اللي هو الميكانيكال. تلاقي العين باظ بره، في شويه كونديشن وممكن يبقى في شويه ايبيفوره وعين العين محمره. هوريكم المنظر ده دلوقتي. لكن الشكل الثاني هو المانيفستيشن اللي هي نتيجه للسمباثيك اوفر ستيمولايشن. دول مجموعة من الساينز كده هقولهم وحاول احفظهم لكم بطريقة او باخرى. اول حاجة في الاي ساينز دي ان العيان يبقى عنده ستارنج لوك، عيان مبرق طول الوقت مبرق. واللي مخليه مبرق حاجتين، انه عينه مشدودة لفوق كده، الابر اي ليد مشدود لفوق كده. شايفين اللي انا عملته ده، شايفين المنظر ده، دي اسمها دارليمبل ساين. الدارليمبل ساين دي ان في ليد ريتراكشن. انتوا عارفين، مين شاطر يقول لي مين العضلات اللي مسؤوله عن رفع العين، فتح العين، رفع الحاجب اللي فوق ده، مين اللي بيرفعه؟ حد غير دكتور ازهر وغير احمد احمد؟ الليبيتور. مين العضلات المسؤولة عن رفع الأبر أيليد؟ حتة نيورو كده على السرير. الليبيتور ومولر. سبريوزس ومولر. ولا واحد. أي دكتورة إسراء، آخر واحدة كاتبة اسمها دكتورة إسراء حسن. هل تسمعني؟ حول. طب ردوا عليا قولي سامعين مش سامعين أي حاجة. الليبيتور ومولر مثلا. الليبيتور الصوت فصل. طب اي حد سامعني يقول ان هو سامع او مش سامع؟ شباب هو الصوت موجود؟ الصوت موجود يا دكتور، حضرتك سمعنا؟ ولا انا اللي مش سامعكم وتصدقوا؟ حد كان رد عليا وانا انا اللي ما سمعتش ولا ايه؟ شباب سامعيني؟ أي يا دكتور، في اتنين زمايلنا بدأوا حضرتك دكتور. مين يقول لي ايه العضلات المسؤولة عن انها ترفع العين لفوق؟ مين شاطر؟ من قال انا ذا؟ في عضلتين بيرفعوا العين لفوق، الليفيتور بالبيبري سوبريوريز، ودي سكيليتال ماسل، وعضله تانية اللي هي المولر ماسل، ودي سموث ماسل. واحده من الثيرد نيرف، والثانيه السبلاي بتاعها سمباثيك. طيب السؤال، لما بيجي يحصل بقى سمباثيك اوفر اكتيفيتي في العيانين دول، يوم المولر ماسل دي تقفش، يحصل اللي انا مثلته لكم من شويه ده، اللي هو بصوا عين العيان تبقى مسحوبه لفوق كده، ليد ريتراكشن، دي اسمها دارليمبل ساين. هقولهم وبعدين احاول احفظهم لكم. طيب بعد كده ما تيجي تبص على عين العيان وهو مغمض عينه كده، تقول للعيان غمض عينك، هغمض انا عيني كده، تلاقي عينه عماله ترعش، بروسين باخ ساين اللي هي تريمورز كلوز ذا ايليد. طيب لما تيجي تبص على العيان، انا قلت لكم ايه اللي بيخلي العين ستارنج؟ حاجتين، ان عينه مشدود ليد ريتراكشن، والحاجه الثانيه اللي هي الستيل واج ساين اللي هي انفريكوينت بلينك، عينه ما بترمش كتير وهو فاتح، لكن لما يقفل يحصل تريمورز في الايليد.
الحاجه الثانيه ما تقول العيان بص لفوق، بصوا انا لما اجي ابص لفوق لما اجي ابص للسقف، بصوا كده على الكاميرا انا بص للسقف، هيحصل ايه؟ كوريجيشن اوف ذا فور هيد. لكن لو واحد عيان عينه طالعه لبره بيحصل عنده حاجه اسمها جفور الساين اللي هي فيلير اوف كوريجيشن اوف ذا فور اوف ذا فور هيد. يبقى اذا الاي ساينز دي ده سؤال في الكلينيكال مهم جدا يا شباب، سؤال في الكلينيكال مهم جدا. تنقسم الى مجموعتين، المجموعه الاولى الميكانيكال اللي فيها الموبيا ساين واللي فيها الاكسوبسالموس، والاكسوبسالموس نسالك في الكلينيكال ازاي ايه تشوفه عشان تقول لي لنا حابب تست حاجه اسمها فريزر تيست، رولر تيست، نافزيجر تيست، كام تيست كده ايه المفروض تبقوا عارفينهم في الكلينيكال عشان ايه اعرف اذا كان في اكسوبسالموس ولا لا. طيب وعلى مستوى السمباثيك، في عندنا او السمباثيك اوفر اكتيفيتي في مجموعه الساينز اللي انا قلتها اللي هي ستارنج لوك والليد لاج والريد ريتراكشن. ايه الليد لاج ده؟ الليد لاج انك بتقول للعيان، امشي ورا صباعي كده، حط له صباعك، تقول له بص ورا صباعي، وتنزل بصباعك لتحت. المفروض اي حد فينا لو انا جيت اعملها اهو، ابص لفوق اهو راسي ثابته، ابص لفوق وامشي ابص لتحت، الجلوب بيلف والابر ايليد بيلف وراه. لما يبقى في سبازم في الايليد يقوم يحصل حاجه اسمها ليد لاج، ان العين بتلف والابر ايليد ما ينزلش، يقوم تشوف السكليرا وقت ما العين بيلف بيبص لتحت، دي يسموها ليد لاج او فون جريف ساين. طيب دكاتره الجراحه الله يسامحهم، طبعا انا بهزر الله يسامحهم، دكاتره الجراحه كانوا يقول لنا كلمه زمان واحنا في سنه 6، يقول لك ايه الساينس دي كلها متجمعه في كلمه ايه؟ سامي فوزي ضرب جون موته. سامي ستيل ويك، فوزي فون جريف الساين، ضرب دارليمبل ساين، جون جفور الساين، موته موبيا الساين. يبقى سامي فوزي ضرب جون موته. دول الايه هيحفظوك شويه من الساينز دي، هيبقى فاضل لك بس اللي هي روسنباخ ساين، هي اللي مش موجوده في اللي في الكلمه دي. طيب طيب يا دكتور احنا متشكرين، احنا كده عرفنا ان هم سامي فوزي ضرب جون موته، هنحفظ الاسماء وهنحفظ هو كل واحده ايه الكلينيكال بتاعهم دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. هنيجي بعد ما تخلص هيدخلوا في بعض، انا هحاول اثبتهم شويه اعلمهم شويه. هقول ايه روسنباخ ساين اولها ايه؟ ار، يبقى ريزمك كونتراكشنز اوف كلوزد ايليد، يبقى روسنباخ ساين اللي هي تريمورز اوف كلوزد ايليد، كلمه تريمورز معناها ريزمك كونتراكشن، فانا روسنباخ ساين ريزمك كونتراكشن. طيب الساين الثانيه جفور الساين، وجفورس دي شكلها مش مكتوب في الكتب اللي انتوا بتقروا منها الايام دي، لان كل ما اسال حد عليها في الراوند عن الراوند ما يجاوبوهاش، ما اعرفش ليه. جفورس ساين فيلير اوف كوريجيشن اوف ذا فور هيد اون اور وورد جيز، يعني انا بص كده الكوريجيشن دي ما تبقاش موجوده، دي اسمها جفورس ساين. بصوا يا شباب افتكروا كده جفورس فيها 2 اف، جي او اف 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 اف، يبقى فيلير فور هيد، فيلير اوف كوريجيشن اوف فور هيد، اف اف في جافورز يبقى ايه فيلير اوف كوريجيشن اوف ذا فور هيد. فون جريفز ليد لاج انفريكوينت بلينكينج، لما تيجي تقول لواحد انت ما بتتحركش انت لسه مكانك ما اتحركتش، تقول له ستيل، زير، ستيل واك ساين، ستيل واك، يبقى انفريكوينت بلينكينج. طبعا في بعض الناس العلماء واللي ذكائهم حاد وسريع الحفظ بيزعلوا من الكلام ده، يقول لك الدكتور بيقول كلام يعني بيهيف المعلومه. انا طبعا مش بهيف المعلومه، انا بساعد الناس الغلابه اللي زي حالاتي اللي ما بيعرفوش يحفظوا، بذلوا مجهود في حفظ الايه المعلومه. طيب يبقى دي الاي ساينس خلاص. هيفضل لي سؤال كده يقول لك ايه الجريفز ترياد. الجريفز ترياد الحقيقه ثلاث حاجات، الاوفثالموباسي والدرموباسي والجويتر. يبقى ما حد يجي يقول لك ايه الجريفز ترياد، الاوفثالموباسي والدرموباسي والجويتر. الاوفثالموباسي اللي هو الاكسوبسالموس والاوفثالموليجيا والحاجات دي، والدرموباسي اللي هي البريتيبيال ميكسيديما اللي هي البيض اورانج ابيرنس على التشين اوف ذا تيبيا، واحيانا بيبقى حاجه اسمها سيود اكروباتي اللي هي فينجر كلابنج، والجويت ده اسمه جريفز ترياد. ده منظر اهو شايفين الستارنج لوك دي، اقفل بقى الكاميرا دي كده ونركز مع بعض في الايه في الصور خلاص. شايفين الستارنج لوك وشايفين
ده الاوفثالموباثي او الجريفز اكسوسانوس خلاص. طبعا العينين يعني ممكن عين يشوف واحد منكم يشوف اول يشوف الصوره دي يقول لك يا دكتور ده شبه المكسديما. الفرق بين دي البافنس ده والبافنس بتاع المكسديما ان البافنس بتاع المكسديما بيبقى ويز نارو بالبيبرال فيشو، انما دي ويز وايد بالبيبرال فيشو. نفس الكلام للستارنج لوك والكونجيشن. شايفين ممكن يوصل موضوع للسايت لوس، يعني بدا الايه الكورنيا يحصل كورنيا الاوباسيتي اهو. شايفين الـ 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 المسافه بين الكورنيا والابر ايديد نفس الايه الكلام كونجيشن. شايفين دي صوره اهي برضو البالبيبرا، شايفين الوايدنج بالبيبرا فيشر والسبسالموس والريم اوف سكليرا اللي ظاهره فوق الكورنيا نفس الكلام. شايفين خلاص ده منظر بيرتيبيا المكسديما، بس طبعا كانت عاوزه الصوره تبقى الوان. دي اللي هي اونكولايسيس او البلامر نيل، الضفر عمره ما يطلع من اللحمه هو طلع. دي فيتيلايجو، دي كومنلي اسوشيشن مع الاميون ثايرويد ديزيز. طيب ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر. الجزء اللي جاي من المحاضره هو الانفستيجيشن فور سيروتوكسيكوزيس، والحقيقه انتوا اللي هتقولوا. احنا هنستخدم حبه مصطلحات في الكام دقيقه اللي جايه، حبه اختصارات. لو انا جيت اقول لكم ان انا في الهايبر ثايرويديزم هعمل فري تي 4 وفري تي 3، يطلع هاي او يطلع لو، يطلع هاي او يطلع لو. لو انتوا شايفين ان الفري تي 4 والفري تي 3 هاي اكتبوا اتش، لو انتوا شايفين انه يطلع لو اكتبوا ال، عشان اتاكد انا بذلت مجهود في الانفستيجيشنز اكبر بكثير من التايم الاستيميتد اللي محطوط عشان اخليكم انتوا تقدروا تردوا عليا. فلو انا جيت اقول اكيس اوف جريف هايبر ثايرويديزم تي 4 اند تي 3 هاي ولا لو؟ هاي اكتب اتش، لو لو اكتب ال. يلا فوت، عاوز اسمع، عاوز كله يكتب، كله سامعني يكتب، اللي ما كتبش يبقى مش سامعني، اكتب غلط وافهمك ليه الغلط بتاعك، او اكتب صح كده زي ما انتم شفتوا وفرحوني. كويس 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 ممتازين. طبعا الفري تي 4 زي ما كلكم كده اجمعتوا هيبقوا هاي، يبقى في جمله ام اس كيو اوعى تتلخبط، اوعى تزغلل، سواء بقى يقول لك توتال هيبقى برضه هاي، يقول لك فري هيبقى برضه هاي. طيب الناس الشاطره تكمل، تي اس اتش تي اس اتش ان كيسز اوف Graves disease primary hyperthyroidism تي اس اتش هاي ولا لو؟ احنا من اخر واحد اللي هو يعني عاوز بقى الاجابه دلوقتي على التي اس اتش، انا هكتب تي اس اتش عشان افصل، اكتب في الكومنت تي اس اتش عشان تي اس اتش تي اس اتش لو لو. الله يفتح نفسكم، لو برافو عليك لو. يبقى احنا كده ما ضيعناش الوقت في الانفستيجيشن، ممتازين اشكركم. يبقى اول انفستيجيشن للثايرويد هرمون ان انا اعمل تي اس اتش وفري تي 4، انتوا جاوبتوا قلتوا تي اس اتش هيبقى قليل والفري تي 4 وفري تي سي هيبقوا عاليين. طيب وبالمناسبه على فكره في ثايروكسين اندكس بيبقى عالي. طيب يبقى دي هرمونال انفستيجيشن، عملنا تي اس اتش وفري تي 4 وقلنا ان التي سي التي ار اتش انيبيشن تيست ده حاجه theoretical. بعد كده investigation for the cause investigation for the cause. لو عملنا radioactive iodine uptake radioactive iodine uptake في Graves disease يبقى high ولا low؟ اكتبوا radioactive iodine uptake radioactive iodine uptake high ولا low؟ ال uptake حالات ال Graves يبقى high ولا low؟ مش احنا قلنا السيروتوكسيكوز بتنقسم الى مجموعتين، مجموعه سيروتوكسيكوز انكريز ديدو اكتيفايدين ابتيك اللي على راسها الجريفز ديزيز،
والتوكسيك نوديولار جويتر وحبه رصد اسباب كده. وقلنا اللي بيخلي الراديو اكتيف ادينا بتيك سيروتوكسيكوز وزاويه الراديو اكتيف ادينا بتيك عالي بس تي هي الثايرويدايتس وكم حاجه وسيروتوكسيكوز فاكتيشيا والجود باسيدو. بالمناسبه يا شباب يعني في حاجه كده ايه مش مكتوبه هنا ما نسينا نقولها, حاجه اسمها جود باسيدو ديزيز اللي هو ايودين انديوس سيروتوكسيكوز ده بيبقى فيه الريديو اكتف ادينا بتيك قليل. لكن طبعا الجريف زي ما كلكم كاتبين كده الجريفز بيبقى الريديو اكتف ادينا بتيك عادي. والثايرويد سكان لو عملته بتلاقي الابتيك ده ديفيوزلي ديستريبيوتد او ديستريبيوتد على كل الايه على كل الجلاند. طيب لو عملنا انتي بودي هيبقى تراب انتي بودي, لو عملنا انتي بودي هيبقى تراب اللي هو الثايرويد اوتو انتي بودي اللي هو تي اس اتش ريسبتور انتي بودي ده برضو على. ولو عملنا سونار هنلاقي الجلاند ديفيوزلي لارج. ده على مستوى انفستيجيشن فور ذا كوز. انفستيجيشن فور ذا افكت اعمل سي تي على الاي, اعمل اي سي جي على عشان تشوف التاكيكارديا, اعمل كالسيوم, اعمل جلوكوز, كل الحاجات دي. قبل ما اقول تريتمنت يا شباب, لما يجي يقول لك دياجنوزس افتكروا الكلام ده. انا من شويه في البريك قلت لكم كل واحد يبقى قاعد في الحته اللي بيذاكر فيها, اكتب بقى الكلمتين دول. لما يجي يقول لك في اي في الامتحان دياجنوزس او في اي حاجه لازم في ايتمز تغطيها. يعني انا ما اجي اقول ايه دياجنوزس اوف جريفز ديزيز, ما تجيش تقول لي هعمل تي اس اتش 34 انت بتهزر. كلمه دياجنوزس تشمل هيستوري كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن ديفرنشال دياجنوزس. يبقى كلمه دياجنوزس في الامتحان الناس اللي بتقول لك انا جاوبت كويس ونقصت, ما انت جاوبت كويس انا بقول لك دياجنوزس كتبت لي انفستيجيشن. هتقول لي يا دكتور ده السؤال جه عليه خمس درجات, اقول لك يا رب يكون جه عليه درجه. اكتب الايتمز وما تكتبش تفاصيل, لكن توقع ايتم تنقص. يبقى لما يجي يقول لك دياجنوزس اوف جريفز ديزيز هيستوري في ايه يعني بوست فاميلي هيستوري والايج والنيت في ميل اكتر من الميل كل ده هيستوري تمام. طيب والكلينيكال بيكتشر اللي احنا اتكلمنا فيها والانفستيجيشن احنا قلنا يفضل بالنسبه لي ايه الديفرنشال دياجنوز. يبقى دول الاربع نقط اللي بتتكلم فيهم عن عن الدياجنوز. ما يجي يقول لك ديفرنشال دياجنوز بقى, ما يجي يقول لك ديفرنشال دياجنوز ده جواه ثلاث نقط. يبقى سؤال ثاني, ما يجي يقول لك ديفرنشال دياجنوز اوف جريفز ديزيز, واحد يقول لك هفرق جريفز من التوكسيك نودولار جويتر, في واحد تاني يخبط لك اي كلمه تانية, لازم تبقى عارف ايه البوينتس اللي انت هتتكلم عنها. ما يجي يقول لك ديفرنشال دياجنوز جريفز ديزيز او اي ديزيز في البطن المفروض انك تغطي ثلاث نقط. يبقى دي برضو نقط ثانيه تكون كاتبها كده في ورقه. احنا اتفقنا ان انتم معاكم ورقه وقلم وقاعدين بتذاكروا. رقم واحد ديفرنشال دياجنوز من السيميلر كونديشن. يعني ايه من السيميلر كونديشن؟ يعني من الامراض المشابهه. ولما تيجي تقول ديفرنشال دياجنوز من السيميلر كونديشنز لو السؤال طويل لازم تقول ايه البوينتس اوف سيميلاريتي وايه البوينتس اوف ديفرنشيشن. طيب انقل على اللي بعديه ديفرنشال دياجنوزيس اوف ذا تايب. لو مرض له اسباب انواع تقول انواعه. وبعدين ديفرنشال دياجنوزيس اوف ذا كوز لو له اسباب مختلفه تقولها. يعني ايه ده يا دكتور؟ يعني كل ده تبع ديفرنشال دياجنوزيس؟ اه طبعا. فانا لما اجي اطبق الكلام ده على جريفز ديزيز اقول ايه ديفرنشال دياجنوزيس اوف جريفز ديزيز من السيميلر كونديشن. ايه الامراض اللي تشبه الجريفز ديزيز؟ مش انا من شويه تعمدت اقول لكم ان هو بيعمل حاجه شبه الهايبر داينامكس, بيعمل هايبر داينامكس سيركيوليشن, يبقى ديفرنشال دياجنوزيس من كل اسباب الهايبر داينامكس سيركيوليشن الثاني زي الاورتيك ريفيرز زي الانيميا. هتقول طب ايه يعني اجي بقى اعمل جدول, الشاطر فيكم بقى يروح عامل جدول يقول لك ايه الديفرنشال دياجنوزيس سيميلر كونديشن ويروح حاطط كده في جنب الجدول كده في كولومن يكتب الديزيز ويكتب في تو كولومنز ثانيين بوينت اوف ديفرنشيشن وبوينت اوف سيميلاريتي وبوينت اوف ديفرنشيشن. البوينت اوف سيميلاريتي ما بينه وبين الانيميا مثلا ايه؟ البالبيتيشن والتاكيكارديا تمام والووتر هامر بالس والوايت بالس بريشر. طب ايه البوينت اوف ديفرنشيشن؟ الانيميا بيبقى فيها بالور والسي بي سي بيبقى فيها انيميا, وهنا بيبقى في حاجات ثانيه بتاعت الثايرويد والانفستيجيشن احنا لسه قايلين. باختصار امسك بقى الحاجات كذا حاجات, مثلا الليفر سيل فيلير ايه التشابه؟ الاثنين بيعملوا هايبر دايناميك سيركيوليشن تمام. طيب ايه الاختلاف؟ ده الليفر مانيفستيشن وده ثايرويد مانيفستيشن, والاثنين على فكره العيانين دول بيبقوا اريتابل الاثنين سواء الثايرويد ديزيز الاساتوكسكوس او الليفر سيل فيلير لو في بريكوما ولا حاجه.
حاجات كتيره هقولها لكم وانتوا اقول لكم امثله عليها زي الانكزايتي مثلا. في عندنا سؤال كان بيجي في الامتحانات زمان في التسعينات يقول لك ميديكال كونديشن سيميوليتنج انكزايتي. ميديكال كونديشن سيميوليتنج انكزايتي على راس السيرتوكسيكوزس. لذلك كل دكاتره السايكاتري المفروض ان قبل ما يبدا يعالج عيان الانكزايتي بيعملوا سيرت فانكشن الاول. لو طلع سيرتوكسيك بيبعته لنا، لو طلع مش سيرتوكسيك وكمل معاه في الانكزايتي خلاص. يبقى الانكزايتي برضه بتدخل في ديفرنشال دياجنوستيك. الفي كروموسايتوما بتدخل في ديفرنشال دياجنوستيك عشان التاكيكارديا والوايت بالس بريشر اللي ممكن يكون موجود. طيب برضه المالجنسي، تقول لي ثايرويد مع مالجنس، اقول لك اه طبعا ثايرويد مع مالجنس. عيان عمال يخس 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 يخس، تمام تمام، بيخس وبياكل كويس، يبقى ثايرويد غالبا. هما مين اللي بيخس وبياكلوا كويس؟ مين حد عارف يقول ايه الديزيزز اللي تعمل ويت لوس ويز نورمال او انكريز ابيتايت؟ مين شاطر يقول؟ اهمهم يا شباب على الاطلاق الثايروتوكسيكوزس، المال ابزوربشن سندروم، الثايروتوكسيكوزس والمال ابزوربشن سندروم وتايب 1 دايابيتس، دول بياكلوا كويس وبيخسوا خلاص. البارازيتيك انفستيشن احيانا، احيانا تعمل انوركسيا احيانا تعمل بوليفيشن خلاص. يبقى ده ديفرنشال ديجنوستكس من السيميلر كونديشن. بعد كده ديفرنشال ديجنوستكس ذا تايب، تفرق بقى الجريفز. لو انت بتتكلم على سيتوكسيكوز ان جنرال، تفرق الجريفز من التوكسيك نوبيولار جويتر. طبعا الجريفز بيبقى عنده الاميون مانفستيشن اللي هي الجريفز ترايات، اللي هو الاوفثالموباسي والدرموباسي والجويتر شكله سموث وديفيوز. انما الديفيوز توكسيك جويتر ما عندهمش الثلاث حاجات دول، والجلاند بتاعته بتبقى نوديولار. وغالبا الجريفز بيبقى النيورولوجيكال مانيفيستيشن اكتر من الكارديو. التوكسيك نوديولار جويتر بيبقى الكارديو اكتر من النيورو. طيب ده بعد كده ديفرنشال دياجنوستكس زاكوس، لو انت عندك اسباب بتفرق ما بين خلاص. دي اهم حاجه لما يجي يقول لك ديفرنشال دياجنوستكس. تعال نخش على التريتمنت. وبرضو زي ما اتفقنا احنا بنحط القواعد، انا بنذاكر مع بعض اكتر ما احنا بناخد محاضرة. لما اجي اقول لك تريتمنت في الاندوكراينولوجي، تريتمنت في الاندوكراينولوجي هي ايه؟ امراض الاندوكراين يا هايبو فانكشن يا هايبر فانكشن، ما هياش حاجة فظيعة يعني. يا اما كسل في الجلاند يا اما نشاط في الجلاند. لو عندك كسل في الجلاند العلاج ثلاث حروف HRT هرمونال ريبليسمنت ثيرابي. يعني يجي يقول لك علاج الهايبو ميتيوتيريزم ايه؟ HRT هرمون ريبليسمنت. علاج الهايبو ادرينالزم ايه؟ HRT هرمون ريبليسمنت. قول الكلمه دي عم تفكر ايه الهرمونات يعني واحد عنده هايبو ثايرويديزم لما تيجي تعمل له ايه هرمون ريبليسمنت ثيرابي، هتدي له كورتيزون ولا هتدي له جروس هرمون؟ هتدي له ثيرويد هرمون. يعني شغل مخك، ما تقفلش مخك، يعني وسع كده، وسع وسع، خليك برود مايندد. انا بقول لك هايبو فانكشن في اي جلاند، علاج ايه؟ HRT هرمون ريبليسمنت ثيرابي. الهرمون بتاع الجلاند ده تدي، وتقريبا كل الجلاند ليها سينسيتيك انالوج بيستخدم. يعني جروس هرمون، عندنا جروس هرمون سينسيتيك سوماتوتروبين مثلا، عندنا عندك هايبوادرينالزم عندك ستيرويد، الهايبوثايرويديزم عندك ثايرويد هرمون، الباراثايرويد عندك ريكامبرنت بي تي اتش دلوقتي موجود الفورش، تمام وهكذا. طب علاج الهايبر فانكشن، الهايبر فانكشن في كل الاندوكرينولوجي حاجه من ثلاثه، يا ميديكال تريتمنت يا سيرجيكال تريتمنت يا راديو اكتيف ثيرابي، تمام. لذلك انا كنت بسال ما كانت في اول المحاضره خالص كان دكتوره ازهار بس اللي كانت ايه يمكن هي داخله، انا دايما بجهز اللاب من بدري شويه، داخله اظن 12 وربع او حاجه، فلما انا دخلت 12 ونص بالثانيه، فقعدت اسالها كده اقول لها حبه اسئله كده ايه عشان احترم دخولها يعني. فكان من ضمن الحاجات اللي انا كنت بسالها لها بقول لها دراج اوف تشويس او تريتمنت اوف تشويس في كل حاجه. بصوا كل الهايبر فانكشن في كل الاندوكرينولوجي حاجه من ثلاثه، يا ميديكال يا سيرجيكال يا راديو اكتيف يا راديو ثيرابي. يختلف ترتيبهم يعني في الثايرويد الجريفز ميديكال او راديو اكتيف ايودين اخر حاجه سيرجي. وعلى فكره امريكان ريديو اكتيف ايودين الاول قبل الميديكال. يعني انت عندك مدرستين، مدرسه في الهايبر ثايرويديزم او في الجريفز بتدي ميديكال
وبعدين ريديو اكتف ايودين ثيرابي زينا او بعدين سيرجيكال طبعا زينا لو ما عداش على حد من الزملاء في الجراحه. لان طبعا كل واحد بيبقى شايف الحل عنده يعني ده حاجه ايه يعني خلاص نعمل عمليه لا انا عندي ترتيب ميديكال تريتمنت ريديو اكتف ثيرابي سيرجيكال تريتمنت اخر حاجه في امريكان ان انا بدي ريديو اكتف ايودين اول حاجه وبعدين ممكن ادي ميديكال وبعدين بعد كده سيرجيكال تريتمنت. طيب تعالوا نقول ايه هي الميديكال تريتمنت في حالات الجريفز ديزيز. الميديكال تريتمنت عندي ثلاث مجموعات البيتا بلوكر ثاني مجموعه الانتي ثايرويد دراجز ثالث مجموعه ميسيلينيس. معلش هو يعني البرزنتيشن ما هيش يعني مش فيها كل حاجه فانتوا ركزوا معايا في اللي انا بقوله. غالبا لو انت فاتح قدامك اي كتاب انت اصلا بتذاكر منه هتلاقي الكلام قريب قوي من اي كتاب انت بتذاكر منه. فاول حاجه البيتا بلوكر. البيتا بلوكر اللي بيستخدم معانا هو الاندرار هو البريفيرد عشان نون سيليكتيف. فاحنا بندي البروبرانولول بتدي جرعه قد ايه؟ بتبدا من 20 ل 40 وتزود اب تو انك تدي 120 في اليوم يعني 40 ثلاث مرات او اكتر ايفن اكتر بحيث انك تكنترول الهارت ريت وكنترول السيمتوم. والرول اوف بيتا بلوكر في علاج السيرتوكسكوز حاجتين كنترولنج السيمتومز والحاجه الثانيه انه بيقلل البريفرنت كونفرجن بتاع التي 4 الى التي 3. طيب انقل بعد كده وطبعا ادفيرس افكتس بتاعت البيتا بلوكر انتوا عارفينها المفروض من الكارديولوجي حاجات كتيره انه بيعمل بريديكاردم بيعمل امبوتنس احيانا حاجات ايه كتيره مش عاوز اخوض فيها دلوقتي. الحاجه الثانيه الانتي ثايرويد دراجز. الانتي ثايرويد دراجز دول اللي هم الدوايين اللي هم الكاربيمازول والبروبايل ثايروسين. الكاربيمازول الاكتف انجكتر جريدينت بتاعه اللي هو الميتيمازول وده مش موجود في مصر موجود في امريكا. احنا عندنا الكاربيمازول اللي هو النيميركازول وعندنا البروبايل ثايروسين. الادويه دي عاوز اعرف عنها ثلاث كلمات الميكانيزم اوف اكشن ايه الجرعه والديوريشن والادفيرز افكتس. يبقى عاوز اعرف ثلاث كلمات الانتي ثايرويد دراجز دول اللي هو مجموعه المجموعه دي فيها الكاربيمازول والاكتف انجريدينت بتاعه الكاربيمازول هو النيوميركازول بس ده اسم تجاري النيوميركازول انما الميثيمازول ده اكتف انجريدينت بتاعه والدواء الثالث اللي هو البروبايل ثايروسين. من الاخر ما تلخبطش نفسك كاربيمازول والبروبايل ثايروسين زي ما في السلايد كده النيوميركازول دي اللي هي الكاربيمازول. الادويه دي بتشتغل ازاي؟ الادويه دي فاكرين من زمان 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 من يطلع ساعة ونص كده أو ساعتين وأنا بتكلم عن السينسز بتاع الثيرويد هرمون كنت بقول لكم الأيودين الجلاند بتبلعه وبعدين تنشطه بحاجة اسمها ثيرويد بيروكسيديز إنزيم. الأدوية دي بتعمل إنهيبيشن للثيرويد بيروكسيديز إنزيم فبتعمل إنهيبيشن للسينسز بتاع الثيرويد هرمون. يزيد عليها البروبايل ثايروسيل بيمنع البريفرال كونفرجن من T4 لT3 بيقلب والكاربيمازول له ميون ميديوريتنج افكت لكن المين ميكانيزم اوف اكشن هي الانهيبيشن اوف ثايرويد بيروكسيديز انزيم. انقل للنقطه اللي بعد كده الادويه دي هتستخدم مده قد ايه؟ بتدي فول دوز الفول دوز دي خلينا اقولها بالاقراص بنستخدم عددا من 6 ل 12 قرص ماكسيموم 15 سواء من الكاربيمازول اللي هو القرص بتاعه 5 مللي جرام والبروبايل ثايروسيل القرص بتاعه 50 مللي جرام. فانت بتدي من 30 ل 60 ماكسيموم 75 ده في الايه في الكاربيمازول. بتدي الجرعه دي في الكاربيمازول ده لونج اكتنج دراج يعني ممكن تتاخد مره واحده. يعني انا عندي عيانين بورلي كومبلاينت عيانه اذا ما كانش جوزها هيقف في قراصه واديها الدواء مش هتاخده فبقول لها ايه خدي الجرعه كلها مره واحده ينفع بالنسبه للكاربيمازول. البروبايل ثايروسين ما ينفعش شورت اكتنج لازم يتوزع على الاقل على مرتين او ثلاث مرات على اليوم. يبقى افتكر ان البروبايل ثايروسين اللي هو الثايروسيل ده بيستخدم عشان يستخدم لازم الجرعه تبقى ديفايدد دوزز. المده العلاج قد ايه؟ بتدي العيان بتدي فول دوز لحد ما تعمل كنترول السيمتومز وبتدي مينتنانس من ست شهور لحد سنه ونص لحد ما تضمن وتعمل الايه جرادوال تابرنج لحد ما تضمن ان الايه ما حصلش نشاط مره ثانيه. اشهر سايد افكت ان هم بيعملوا اجرانيولوسايتوزيس وده على فكره يعني كلام ثيوريتيكال
اجرانيوسيتوز دي نادرا ما نشوفها، نادرا ما نشوفها. عشان كده من ضمن الفولو اب اللي بنعمله مع الثايرويد فانكشن، طبعا مش كل 2 ل 4 اسابيع ولا حاجه، كل 6 ل 8 اسابيع بنعمل سي بي سي. وبرضه بيعملوا لوبس لايك رياكشن كده احيانا، سكين ريش، شويه ارثرالجيا، بس الحاجات دي نادره الحدوث. طيب هو مين احسن، الكلب مازول ولا البرايو سيروسيل؟ البروفايل سيروسيل بس له حاجه خاصه بيه لازم نقولها، ان هو في الفيرست تريمستر في البريجنانسي الجريت ديزيز او ستارتوكس كوز مع بريجنانسي، البروفايل سيروسيل اللي هو الثايروسيل هو المسموح به في الفيرست تريمستر، لكن بعد الشهر الثالث من بدايه الرابع يعني سكند وثيرد تريمستر اي واحد فيهم اديه عادي مفيش مشكله خلاص. اخر يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه، البيتا بلوكر والانتي ثايرويد دراجز. اخر حاجه مجموعه ادويه ميسيلينياس انا كنت بقول عليهم نكل، صوديوم بوديت، بوتاسيوم ايودين، وديكساميثازون. الادويه دي بتستخدم اكتر في الستايل توكسيك كرايسيس زي ما قلت بعد شويه، والبي اوبراتيف بريباريشن لعيانين اللي داخلين عمليه. طيب ده بالنسبه لايه، ده بالنسبه للميديكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت تاني ايتم اللي هو الراديو اكتيف ثيرابي. الراديو اكتيف ايودين ثيرابي بتدي العيان جرعه يود مشع، بس طبعا لازم تبقى واخد بالك من شويه بريكوشنز، ان خلي بالك ان معظمهم بيبقوا في التشايلد بيرنج بيريد، ما تبقاش بريجننت ولا بلاننج للبريجننسي المفروض في الست شهور اللي جايين، ولا لاكتيتنج، يبقى نوت بريجننت نوت لاكتيتنج. ولو بتاخد اي انتي ثايرويد دراجز توقفها قبلها بيومين، وتاخد الايه، وطبعا بيتعمل لها ايزوليشن عشان لو عندها اطفال او حاجه. الادفيرس افكت بتاعت الريدكتوفادين ثيرابي ان هي ممكن تقلب بهايبوثايرويديز او ممكن يحصل ريكارن بعديها، ولو حصل بريجننسي بالغلط او يعني ممكن يحصل اليوتراتوجينيك افكت. وخلي بالك ان الريديو اكتف اودينا بتبدا لو العيانه عندها اكسو سانوس ممكن يبقى ديتيريوريتد، فنخلي بالنا ان هو نوت بريفيرد في العيانين اللي عندهم ايه اكسو سانوس. اخر لاين اوف تريتمنت هو السيرجيكال تريتمنت، ان انا بعمل توتال ثايرويدكتومي وليس سب توتال، بعمل توتال ثايرويدكتومي خلاص. بس طبعا بعد ما احضر العيان كويس خلاص. طيب السيرجري امتى العيان اقول له لا روح لازم تعمل عمليه؟ ايه الانديكيشن اوف سيرجري؟ لو عيان عنده هيوج جويتر، عيانه رقبتها قد كده، يعني انا كان عندي عيانه من 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 قبل في رمضان كده جت لي عيانه بتقول انا عندي غده بقالي 42 سنه، بس بقول لك ايه، اول ما قعدت بتاع الكرسي اول كلمه بس اوعى تقول لي اعمل عمليه. قلت لها والله حاجه يعني مبدئيا مفيش حاجه اسمها اوعى تقول لي اعمل عمليه، انا اشوف المناسب ايه ليك واقول. طبعا الحاجه طلعت لابسه، تعرفين كنا في رمضان لابسه هاي كول اللي هو الواسع اللي البنات بيلبسوه ده، عندها بدون مبالغه نص بطيخه في رقبتها، يعني 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 بصوا يعني مش عارفه اشبهها لكم ازاي، افتح الكاميرا يعني يعني بصوا عندها هنا كده حاجه كده. قلت لها حاجه اوعى اقول لك عمليتي حاجة. يعني ازاي يعني اي حد يقول لك حاجه غير عمليه يبقى بيهزر. يبقى احد الانديكيشن اللي تخليك ما تفكرش والعيان ده لازم نعمل عمليه يبقى هيوج جويت، او ان يبقى فيه سسبيشس مالجنس، او ان العيان ده عنده ميكانيكال مانيفيستيشن صوته اتغير، او في صعوبه في النفس، بيقول لك لما بنام على ظهري نفسي بيتخنق، كل الحاجات دي تخليك، او العيان عنده فيل ميديكال تريتمنت والعيان رافض اليود، يبقى ساعتها كل دي انديكيشن تخلي العيان يروح للسيرجري. ايه اهم الادفيرز افكتس السيرجري اللي انت لازم تقولها للعيان بتاعك؟ ان خلي بالك يا حاجه، خلي بالك يا استاذ، انك انت هتتحول من هايبر لهايبر، لان انا ما بعمل توتال او حتى سب توتال كلهم 99% بيتحولوا الى هايبوثايرويديزم وبيحتاجوا ياخدوا ريبليسمنت ثيرابي فور ايفر. والحاجه الثانيه ان ممكن يحصل معاهم هايبوثايرويديزم كمان، وممكن يحصل ريكرنت. كلمتين اولهم ريكارنت، ريكارنت لانجيال نيرف انجري وريكارنت ثيرابوكسكوزس اللي ممكن تحصل في بعض الاحوال. يبقى ده بالنسبه للايه السيرجيكال تريتمنت. يبقى دول الثلاثه لاينز اوف تريتمنت، ميديكال ريدكتيف ايدين وسيرجيكال تريتمنت.
choice of treatment. يعني هو هنا احنا كنا بنقول ايه، ان هو ان العيان ياخد انتي ثايرويد دراجز لو ما استجابش راديو اكتف ايودين، لو ما استجابش سيرجري. ده اللي انا كنت، ده اللي انا قلته من شويه. دي اشكال اخرى للسيرتوكسيكوز بسرعه كده. تي اس اي التوكسيك ادينوما، عيان عنده ادينوما هايبر فانكشنج وبتطلع ومدخل عنده سيرتوكسيكوز، ده علاجها تاخد انتي ثايرويد دراجز لحد ما تتظبط، وبعدين يا اما سيرجري يا اما يود، يا اما سيرجري يا اما يود. ده شكل التوكسيك ادينوما في الثايرويد سكان، الهوت ادينوما. شايفين المركز كل الماده المشعه تركزت هنا في الايه، في النقطه دي اللي هي نقطه الايه الادينوما، واللي حواليها سبريس. التوكسيك نودولار جويتر، التوكسيك نودولار جويتر دول برضو يعني غالبا التريتمنت تشويس فيهم بيبقى السيرجري، لان غالبا بيبقى تبقى جلاند كبيره. انما لو جلاند مش كبيره ومش عامله ميكانيكال بروبلمز ممكن ياخدوا ميديكال تريت. السب اكيوت والكرونيك ثايرويدايتس، يعني انا كان لسه معايا حد يعني صديق كده استشاري فاميلي ميديسن بره، فبيقول لي احنا مستحيل بره انا ممكن اعالج الهايبو، لكن الهايبر نيفر. ليه؟ وانا يعني نداء، اعتبروا ان انا بوجه نداء من خلالكم ليكم كلكم ولكل حد تعرفوه من الجنرال براكتيشنر، من دكاتره البطنه جنرال ميديسن عموما، لدكاتره الامتياز، ان ارجوكم بلاش تعالجوا حالات الثايروتوكسيكوزيس. الثايروتوكسيكوزيس should be treated by endocrinologist. ليه؟ لان الثايروتوكسيكوزيس انت عندك جزء ثايرويدايتس بيجوا بثايروتوكسيكوزيس في البدايه، وبعدين بعد كده بيقلبوا يا اما ايو يا اما هايبو. فانت لما بتتعجل في علاجهم بانتي ثايرويد دراجز انت كده بتاذيهم. فلذلك انت المفترض ان العيان اللي جاي لك ثايروتوكسيكوزيس ريسنتلي ديسكفرد، اول تاسك انك تفرق هو هو ثايرويدايتس ولا جريفز ولا توكسيك نودولا. لازم تشخصه الاول. عشان كده اي حد ممكن يعالج الهايبو، بس افتكر كلمه ستارت لو جو سلو، ابدا بجرعه صغيره وزود بالتدريج، مش معترض. لكن ثايروتوكسيكوزيس لا، لازم. ليه؟ لان هي لو ثايرويدايتس انت مش هتقدر تفرقها في مستوى البراكتس. طب احنا بنفرقها ازاي في البراكتس؟ من الكلينيكال، من اللاب، والثايرويد سكان. الراديو اكتف ايودين ابتيك في الثايرويدايتس، الراديو اكتف ايودين ابتيك، جاوبوني يا شباب اكتبوا ال او هاي. الراديو اكتف ايودين ابتيك، الراديو اكتف ايودين ابتيك في حالات الثايرويدايتس هيبقى هاي ولا لو؟ اللي لسه صاحي يكتب لي في الثايرويدايتس الراديو اكتف ايودين ابتيك هاي ولا لو؟ تمام. يلا، عاوز فين باقي الناس؟ ايوه عاوز حنفيه اجابات. يلا تمام لو. يبقى اذا كلنا متفقين ان اكتر حاجه تفرق لك الاثنين من بعض الراديو اكتف ايودين، الراديو اكتف ايودين ابتيك، تمام، اللي هو لو لو يبقى دي ثايرويدايتس، تمام، لو هاي يبقى ده ايه، يبقى ده جريفز او توكسيك نودولار جويتر، وهياخد ايه عليك. طب امال بتعالجهم بايه الثايرويدايتس دول؟ ببيتا بلوكر سيمتوماتيك تريتمنت، سيمتوماتيك تريتمنت. خلاص، اخر حاجه هقولها الثايرويد، ثايرويد ستورم او ثايروتوكسيك كرايسيس. الثايروتوكسيك كرايسيس دي اكسيربيشن لكل السيمبتومز، ده ايمرجنسي. وانا عاوز اقول لكم ايه هي الثايرويد ايمرجنسيز، ايه هي سوري الاندوكراين ايمرجنسيز اللي تعرفوها. الاندوكراين ايمرجنسيز اللي تعرفوها في كل الاندوكراينولوجي، في السكر في حوالي 10، اهمهم 4 أو 3، لكن في الاندوكراين اللي هو في عندنا 9. خلاص، واحده منهم الثايروتوكسيك كرايسيس. حاولوا تجمعوهم وتبعتوهم لي على الشات في المحاضره، وانا ابقى اجاوبكم عليهم دول، بس مش دلوقتي، بعد المحاضره، عشان انا عاوز ايه ما اطولش عليكم اكتر من كده. فالثايروتوكسيك ستورم دي هي او الثايروتوكسيك كرايسيس ده ايمرجنسي، اندوكراين ايمرجنسي. دي بتحصل في العيانين اللي دخلوا عمليات من غير بريباريشن كويس، او عيان ثايرويد ووقف الدواء،
او عيان جاله ستريسفول كونديشن ومن غير ما يزود الجرعه فبيبدا العيان يحصل له فيفر فلاشنج. اكتر حاجه بتودي العيانيه العنايه التاكي كارديا، يجوا باي اف، يجوا باجيتيشن وديليريوم وكوما، يجوا بنوزيا وفومتنج وديارية خلاص اند سو اون. علاجهم ايه؟ علاجهم اجريسيف ثيرابي في الاي سي يو، بيتا بلوكر انفيوجن، هيدروكورتيزون، وادي الانتيثايرويد دراجز. بيقول لك هما بيقول لك البروبايل ثيرابيل على اساس انه رابيد اكشن، بيدو اي في بره بس احنا ما عندناش اي في، هنا بندي اورال. بندي اورال بنعمل لودنج في الاول يوم ب 1000 1000 يعني كام قرص؟ 20 قرص. بتدي بتوزعهم بطريقتين، يا اما تدي 250 ملي جرام كل 6 ساعات، يا اما بندي 500 ونوزع الباقي على ايه كل 6 ساعات خلاص. لكن عاده بندي 200 بنركب العيان رايل عنده جاستريك تيوب، نيزو جاستريك تيوب، أو ما فيش صوت. تمام. انا لقيت ناس كاتبه ان الصوت مش واضح، اي اتمنى انه يكون يعني انا اللي كاتب مش واضح، كاتب 237 يعني بعد ما انا كنت خلصت الكلام. فانا يعني في اخر المحاضره كنت بقول لكم لو حد عنده اي سؤال يبقى يكتبه وانا ان شاء الله ارد عليه بالليل يعني. وانا موبايلي مع خالد، لو محتاجين اي حاجه ما تترددوش يعني تحت امركم، ويسعدني يعني انا اساعدكم يعني لو محتاجين اي حاجه اكتبوها انا تحت امركم يعني.
خلاص واكتبوا لي كده ايه الاندوكراين ايمرجنسز اللي تعرفوها وانا هكمل لكم الحاجات اللي ناقصه. خلاص سامعيني؟ انتوا سامعين الكلمتين الاخرانيين دول ولا مش سامعين؟ اي حد يرد كده لو سامعيني.